التاريخ هو اللي بيصنع المستقبل، ولأنه اللي ما بيعرف تاريخه مش ممكن أنه يخطط لمستقبله، تأسس مركز فينيكس للدراسات اللبنانية التابع لجامعة الروح القدس بالكاثوليك. مركز فينيكس تأسس عام 2008 وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات، بيهدف إلى تشجيع البحوث والمشاريع المتعلقة بالتراث اللبناني حتى نحافظ على ذاكرتنا الوطنية ومؤسساتها ورجالها. صراحة هو التفكير بهيك مشروع إجا عن تجربة شوي، يعني إذا بدنا نقول نيجاتيف، منا تجربة بوزيتيف. يعني بتعرف مثلا أعطيك إكزامبل، نحن هلأ بال 2017 تقريبا صار مرق 100 سنة على المجاعة بلبنان. هالمرحلة هاي ما في عنا أبدا أرشيف، بتنبش بتلاقي أنه محرة تارك ورقة يخبر عن هذيك المرحلة اللي هي مرحلة مأساوية. جينا قلنا أنه why not، هاي أول مرة أنه نترك أرشيف للأجيال اللي قادمة. الناس وقت اللي عم تيجي وتشوف هيدا المركز كيف مجهز وكيف الطريقة والإليت الشغل اللي نحن عم نشتغل عليها، عم بيكون عندهم الثقة الكاملة وعم بيفلوا من هون مرتاحين أنه صارت وثائقهم موجودة بمركز متخصص وبقلب لبنان، مش عم تطلع الوثائق برة لبنان. وطن فائد للتاريخ بيكون فائد للحاضر والمستقبل، وإذا ضاعت الأصول ضاع مع التاريخ. من هون تبدأ مهمة فينيكس بجمع الأصول الأدبية والفكرية والثقافية والتاريخية والتراثية، ومن بعدها بتم معالجة هالوثائق من خلال تصنيفها، توصيفها، ترقيمها، ومن ثم نسخها رقمياً وتسجيلها. أما أهداف المركز فهي ثلاثة: أولاً جمع التراث اللبناني والحفاظ عليه، ثانياً الدراسات والبحوث، وثالثاً تحرير ونشر وتعزيز التراث. ومن الأرشيف الموجود اليوم بالمركز هناك أرشيف الرهبانية اللبنانية المارونية وأرشيف الرؤساء والمثقفين اللبنانيين مثل الرئيس كميل شمعون والرئيس بشير جميل والرئيس فؤاد الشهاب ووديع الصافي وعادل مالك، وأيضا أرشيف ستوديو بعلبك المسموع، بالإضافة إلى أرشيف بمجال الأدب والتاريخ والفن والإدارة والحرب اللبنانية. المركز هو استكمالا لمشروع بدأت فيه الرهبنة اللبنانية المارونية من وقت تأسيسها. هيدي الرهبنة اللي اهتمت بتعليم الفرد، اهتمت بثقافته، اهتمت بتثبيته بأرضه، اهتمت بحريته. فبقى اليوم نحن همنا الأساسي هو انه نحافظ على هالوثائق، نجمع هيدي الوثائق نحطها بهالمركز، تكل باحث او كل طالب عنده بحث بده يعمله يقدر يلاقي الداتا الحقيقية الأصلية المزبوطة يقدر يعمل بحثه عليها. والجدير بالذكر أنه أي شخص ممكن أنه يقدم أوراق أو صور أو فيديوهات لمساعدة المركز، وبالمقابل رح يحصل على نسخة ديجيتال حتى يحتفظ فيها. هي صفحات الماضي اللي عم تحييها جامعة الروح القدس من خلال مركز فينيكس من أجل رؤية أفضل لصناعة المستقبل، حتى ما ننسى وحتى نتعلم كيف نبني للآتي من الأيام.